احنا اليوم امام المندوبيه ديال وزاره الصحه في مدينه خريبكة للاحتجاج، منظمين وقفه احتجاجيه ضد ممارسات السفيره اللي كنعتبروها سفيره وغير مقبوله ديال مندوب وزاره الصحه باقليم خريبكة. علاش؟ لانه عوض يسلك مساطير اداريه في حادث بسيط وقع، تقدير اللي كيقول على حساب اللي تيقول كيمشي كيدفع ملف لانه ادعى بان كانت هناك ديال واحد الكاش، يعني طابع ديال الاداره، وتيقول بعض الوثائق، ولكن هذا الشيء كله غير يعني المساطير الاداريه العاديه عن طريق الاداره الجهويه، المديريه الجهويه، او على عن طريق المفتشيه العامه ديال وزاره الصحه والمساطير الاداريه والتاديبيه، كيمشي يلجا مباشره للوكيل الملك وكيدفع الملف للوكيل الملك، يعني يريد الزج بالمناضلات والمناضلين يعني في السجن. هذا غير مقبول، هذا يعني تعامل غير مسؤول. وثانيا احنا تاكدنا بانه لم يخبر رؤسائه يعني في الوزاره، على مستوى الوزاره، لانه باش تدفع ملف للنيابه العامه ولا الوكيل الملك خاص على الاقل تكون عندك لافال، يعني تكون عندك القبول والموافقه ديال المسؤولين ديالك. هو تحدى هذا الشيء كامل ومشى مباشره. وعلاش هذا الشيء داروا؟ هذا الشيء كله في اطار تصفيه حسابات، مع الاسف في اطار محاربه العمل النقابي. كاينين النقابيين ديالنا ونقابيات لنزهاء، نزهاء يحاربون الفساد، وهذه من الشعارات ديالنا احنا كنقابه وطن الصحه وككونفدراليه ديمقراطيه الشغل. هذا السيد هذا بغى يحيد من طريقه جميع الناس اللي كيحاربوا الفساد، جميع الناس النزهاء، باش يخواليه مع الاسف المجال والميدان. ثانيا هذه ماشي اول ممارسه ديال هذا السيد المندوب، ممارسات سابقه يعني في الاستفزاز ديال المناضلين ديالنا. كذلك هذا السيد هذا المندوب هذا مع الاسف، وهذه من المسائل اللي كنلاحظوها على الوزاره، هي انه السيد كان تعفى، كان مدير جهوي وتم الاعفاء ديالو، الاقاله ديالو بالضبط. وكان ثاني يعني كذلك كان مندوب عده مرات وتمت الاقاله ديالو، واذا به في العهد السابق، في عهد الوزير السابق والاداره السابقه، تيتم الارجاع ديالو يعني. هذه من الملاحظات اللي كنديروها بطبيعه الحال، والاداره والوزاره راه كتلاحظ بانه مع الاسف، ولينا كنلاحظوا كذلك احنا بان واحد عدد المسؤولين دون المستوى، لا يدبرون شؤون القطاع كيف ما خصهم يدبروه، لا يعملون على تحسين ولا توفير الخدمات الصحيه جيده للمواطنين، بالعكس كيدخلوا في متاهات وكيدخلوا في صراعات وكيدخلوا في مسائل اللي ماشي شغلهم، كيدخلوا في شؤون داخليه للنقابات، كيدخلوا في شؤون النقب، شؤون داخليه ديال الغير، الوقت اللي هما خصهم يتكلفوا ما هو داخل في المهام ديالهم وفي المسؤوليات ديالهم، اللي هو تقديم الرعايه الصحيه وتوفير الرعايه الصحيه للمواطنين. مع الاسف هذا السيد يعني دخل في واحد النوع ديال اللعبات اللي غير مقبول. ما معنى انك يعني تحاول تزج بالناس ديالك في السجن سبعه السوايع والاستنطاق خدام سبعه الساعات وما كيستنطقوا فيهم؟ علاش؟ على واحد الكاشي مشى وعلى شي وراق تيقولوا مشاو، وحنا ما متاكدينش الحدود اليوم واش بالفعل هذا الكاشي مشى ولا تلف، وهاد الوراق هادو اللي قالوا مشاو ولا هاد الوثائق ما عارفينش شنو هو المضمون ديالهم وشنو هي الاهميه ديالهم. وكان عليه لا هو ولا اللي دفعوا واللي عطاه التقرير، كان عليه لا هو ولا بعض الادناب ديالو، كان عليه يسلك المساطير الاداريه. من حقه ما كاين حتى مشكل، يسلك المساطير الاداريه وغادي الا بان بالفعل، حنا ماشي ضد القانون، الا بان بالفعل بانه راه كاين سرقه وكاين يعني مسائل اللي متعمده من طرف البعض الموظفين، حنا لن ندافع عن احد، حنا ندافع على تطبيق من اجل على تطبيق القانون، ولكن القانون يعني بحذافيره. هنا كندير واحد الاشاره بان واحد العدد ديال المسائل كانت قبل وما وقفوش عليها وما دفعوهاش للنيابه العامه ولا للوكيل العام، وعلى سبيل المثال للحصر كانت وثائق اللي خرجت السنه اللي فاتت تسربات من وسط الاداره ودارت اللجنه ديال البحث، ومعروف شكون المسؤول عليها ومعروف شكون اللي سربها وعطاها لبعض الجرائد الالكترونيه وخرجات.
وهذه مسائل، هذه معلومات شخصيه ديال الموظفين اللي محرم عليهم ان الاداره تخرجها، لان مسائل خاصه شخصيه تم التسريب ديالها والاداره ما دارت والو مع الاسف. هادو هما اللي خصهم يمشيو للنيابه العامه، ماشي هاد الاخوات والاخوان اللي تم الاستنطاق ديالهم لمده 7 ساعات. وحنا على كل حال كمكتب وطني تدخلنا بقوه، نزلنا بالثقل ديالنا من اجل سحب الشكايه، وهذا هو ما تم ضغطنا على المندوب باش يسحب الشكايه، وبالفعل تم السحب ديالها. على كل حال هذا غير هذه محطه من المحطات النضاليه ديالنا. حنا ما غاديش حنا الدور ديالنا بطبيعه الحال هو منذ التاسيس ديالنا كنقابة وطنية الصحة في إطار الكونفدرالية، وحنا ككونفدراليين منذ التأسيس ونحن نناضل على واجهتين بشكل متوازي، يعني في نفس الوقت من أجل أولا تحسين العمل والدفاع، من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن أجل الحق في الصحة للجميع، وكذلك في نفس الوقت من أجل الدفاع عن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية لجميع موظفات وموظفين والمهنيات والمهنيين ديال الصحة. في هذا الإطار بطبيعة الحال احنا نرفض، نسعى إلى ولا نطالب بتطبيق القانون، نناهض الفساد بكل أشكاله، الفساد اللي معروف، نهب العام مال العام أو ما إلى ذلك، أو كذلك سوء تسيير وسوء تدبير، والفساد بكل اشكاله من يعني تحت اي غطاء كان. هذه مسؤوليتنا، وهذا هو الخط ديالنا كنقابه وطنيه الصحه كونفدراليه، وهذه بدايه. حنا غادي نتابعوا هذا الملف، واذا كانت شي تجاوزات اخرى من طرف هذا المندوب او مناديب اخرين في مناطق اخرى، حنا غادي نكونوا لهم بالمرصاد. وشكرا.